طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. الله يخليك جوانب طرق النعاد والدجداشة البيضة، شوفهم الآن امبراطوريات. عن من تتحدث انت الآن؟ عندنا أحزاب إمكانياتها أعلى من الدولة العراقية، احنا وين رايحين؟ أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نتحدث في هذه الحلقة حول الصراع بين الكتل السياسية على تولي رئاسة هيئة النزاهة التابعة للبرلمان. طبعا على الرغم من الاتفاق على تشكيل أغلب الوزارات في تشكيلة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إلا أن الاتفاق على تولي الهيئات المستقلة لم يتم إلى غاية الآن، ولا سيما هيئة النزاهة التي كانت تحت سيطرة حزب الدعوة الذي حكم العراق خلال السنوات 15 الماضية. طبعا مصدر مقرب من حوارات الكتل السياسية كشف عن وجود صراع محتدم من أجل الحصول على منصب رئيس هيئة النزاهة، وأكد وجود رغبة من بعض القوى بعدم إسناد الهيئة لحزب الدعوة كما قال، وهو الذي كان مسيطرا عليها خلال السنوات الماضية. أضاف هذا المصدر، في حال لم يتم الاتفاق على المنصب فإن بعض النواب لوحوا بنقل الصراع إلى قبة البرلمان، كون السلطة التشريعية هي المسؤولة وفق الدستور عن اختيار رؤساء الهيئات المستقلة. توقع أن يشهد البرلمان خلافات ومشادات حول المنصب، وتابع نخشى بعض الكتل أو تخشى بعض الكتل من تحول منصب رئيس هيئة النزاهة إلى أداة بيد بعض الأحزاب للانتقام من الخصوم، وبين أن من يتولى المنصب يجب أن يكون محميا من قوى متنفذة لحمايته من الضغوط. والوزير السابق وائل عبد اللطيف تحدث في هذا السياق وقال بأن الضغوط التي تمارس على هيئة النزاهة دفعت رؤساء سابقين للهيئة لمغادرة العراق، وأوضح في مقابلة متلفزة بأن أول رئيس لهيئة النزاهة غادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأضاف أن ثاني رئيس هيئة للنزاهة ويدعى موسى فرج هرب إلى أهله في مدينة السماوة جنوب العراق، وبين بأن الرئيس الثالث للهيئة وهو القاضي رحيم العقيلي وكان من الأشخاص الأكفاء بحسب اختصاصه هرب من بغداد إلى أربيل ثم إلى إسطنبول. بين وائل عبد اللطيف بأن الرئيس الرابع لهيئة النزاهة قدم استقالته وغادر منصبه، وأكد بأن منصب رئيس هيئة النزاهة هو المنصب الأول الذي يهرب منه أربعة رؤساء، وأشار إلى أن أسباب هروب هؤلاء تعود إلى الضغوط التي كانت تمارس عليهم من أجل إغلاق ملفات الفساد الكبيرة، فضلا عن المحسوبية والمنسوبية والانتماء إلى الأحزاب المتنفذة. وبين بأن هيئة النزاهة تدار الآن بالوكالة، وأوضح بأن الأمر تسبب بتفشي الفساد بشكل كبير، وأكد بأن ملفات الفساد في العراق نخرت جسد الدولة من رئاسة الجمهورية وحتى أصغر مؤسسة عراقية، وأصبحت كما وصفها كحشرة الأرض غير المسيطر عليها. لفت إلى أن الفساد المستشري جعلنا عرضة للانتقاد حتى من الإيرانيين ومن السوريين ودول أخرى، بعد أن أصبح العراق يحتل موقعا متقدما على قائمة الدول الفاسدة. حسن الياسري وهو من قيادات حزب الدعوة أعلن بأن آخر رئيس لهيئة النزاهة عن استقالته في 9 مايو الماضي قبل 3 أيام من موعد الانتخابات التشريعية، دعا إلى عدم سؤاله عن أسباب الاستقالة. طبعا الياسري كان يشغل منصب رئيس هيئة النزاهة منذ العام 2015 بعد أن أصدر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي أمرا بتعيينه في المنصب. العضو السابق في تحالف القوى محمد عبد الله قال بأن رئيس هيئة النزاهة الجديد أيا كانت الجهة التي تقف وراءه لن يكون قادرا على فتح جميع ملفات الفساد. بين بأن مافيات الفساد أقوى من أي سلطة حتى وإن كانت هيئة النزاهة،
وكذلك تحدث وتساءل ما الذي فعلته هيئة النزاهة طيلة السنوات الماضية في ظل سرقات مفضوحة أنهكت موازنة الدولة العراقية. توقع أن يصبح من يتولى المنصب مجرد أداة تدار من قبل الأحزاب الفاسدة. أضاف: إذا أرادت هيئة النزاهة إثبات حسن النية فعليها فتح ملفات الفساد الكبيرة ومحاسبة النواب والمسؤولين والسياسيين الذين نهبوا أموال العراق وما زالوا خارج طائلة القضاء. تابع: لا يخفى على أي أحد بأن الفساد مستشري بشكل كبير في مفاصل الدولة السياسية والأمنية والاقتصادية وحتى الأوقاف المسؤولة عن الأماكن الدينية. طبعا عضو لجنة النزاهة في البرلمان عبد الرحيم الشمري يعني قال بأن أو ادعى بأن لجنته ستقوم بفتح جميع ملفات الفساد في الأجهزة الأمنية والإدارية في محافظة نينوى شمالا، وأشار خلال تصريح صحفي إلى وجود خطة متكاملة لفتح هذه الملفات، كما لفت الشمري إلى وضع خطة متكاملة بهذا الشأن، وبين بأن التحديات كبيرة في محافظة نينوى لكن الأمر محسوم هناك فيما يتعلق بمحاسبة المقصرين، وستطرح ملفات الفساد أمام لجنة النزاهة قريبا. الصراع على هيئة النزاهة يعني بالفعل نفس التساؤل الذي طرحه النائب في هذا الصدد، يعني قال: ماذا فعلت هيئة النزاهة خلال السنوات الماضية؟ وآخر يتحدث بأنها لن تستطيع أن تفتح أي ملف فساد خلال الفترة المقبلة أي كانت الجهة التي تقف وراءه. برأيك عزيز المشاهد نريد أن نستمع إلى أصواتكم، لماذا هذا الصراع على هذه الهيئة هيئة النزاهة وهي لا تعمل ولا تفعل شيء واقعي وفعلي على الأرض بفتح ملفات الفساد؟ وكذلك هي ليست مستقلة كما يقولون، بل هي تابعة كما أشرنا، هي مسيطر عليها من قبل حزب الدعوة منذ 13 سنة ولغاية الآن. استقال قبل الانتخابات الياسري وهو قيادي في الحزب حزب الدعوة، وقال: لا تسألوني عن سبب الاستقالة. أربعة كما أشار الوزير السابق وائل عبد اللطيف، أربعة من رؤساء هيئة النزاهة هربوا من بغداد خشية التهديدات التي تلقوها. معنا اتصال أبو نزار من واسط، تفضل أبو نزار. ألو. نعم تفضل. تسمعني ألو. أبو نزار؟ أسمعك أني أسمعك. تفضل. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي عزيزي. حياك الله يا هلا بك. أهلا وسهلا بك. شنو رأيك أبو نزار بهذا الصراع؟ الأحزاب اللي سيطرون على هيئة النزاهة، شنو الهدف برأيك من وراها؟ الله يحفظك استاذ عمر. احنا ليش انتم ما راضين علينا؟ احنا مو اخذنا، راح ناخذ الدرجه الاولى بالفساد يا بعد عيني. نعم اخذناها بعد ايه. نعم ما عندي حكي، انا حبيت اسمع صوتك يا بعد عيني استاذ عمر. الله يسلمك. لا اريد اسمع رايك ابو نزار. يا اخ هيئة النزاهة اليوم أكو أربعة من رؤساء الهيئة السابقين، منهم من هرب خارج العراق، ثلاثة منهم هربوا خارج العراق، وواحد ترك بغداد وراح الأهل في الجنوب. اليوم هناك صراع بين القوى السياسية على هذه الهيئة، والهيئة هيئة النزاهة معروف هي غير مستقلة، تابعة للأحزاب. ليش هذا الصراع؟ تابعة للأحزاب. حزب تعرف حزب المسيطر يهرب اللي جوا من عنده، يهربهم. نعم. ايه وشغله انت كلش زين هسه محشوم اللي يسمع، حتى رعاة الاغنام تعرف على شنو، الله وكيلك. نعم. زين انت برايك معقول حزب الدعوه يفرط بها؟ يتصرف بها حزب الدعوه بواسطه ايران، المي عالي من يم ايران. لا اقصد يفرط بها، يتركها يعني لهيئه النزاهه. طبعا يتصرف هو المسيطر، يعني ما يتركها. لا يتصرف بيها. نعم طال عمرك حبيبي، طال عمرك.
أشكرك أبو نزار من وسط كان معنا. معنا اتصال محمد من الجزائر، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك تمام؟ حياك الله وسهلا بك. حزب الدعوة هو أصلا كان تابع لإيران. نعم. أيوة. محمد ما يحب محمد اترك التلفزيون. هاي تعرف تبي اخفض صوت التلفزيون الله يخليك. اقول لك ان حزب الدعوه معظم السياسيين هم تابعين يتعاملون مع ايران مباشره. نعم ما في نقاش، كل عراقي يعرفها. نعم فهمت علي؟ فهمت عليك. الله ينصر العراقيين احرار وتحيا صدام. محمد من الجزائر كان معنا، شكرا لك. خلونا نشوف بعض المقاطع اللي يتحدث فيها نواب. ناخذ المقطع الاول للنائب كاظم الصيادي وهو يتحدث عن الفساد اللي موجود في العراق. نشوف المقطع ونرجع لكم. اليوم والله اذا اسولف لك حقيقه قسما بالله هسه تكفر بالدوله العراقيه. شنو اليوم جوني مجموعه 1080 واخذتهم لجنه الاستثمار والاقتصاد وقعدنا واجتمعنا واتصلنا باحد الاخوان. شنو 1080 واحد؟ 1080 معمل طابوق. يا وزير يطلع ما يدعم الانتاج الوطني يصعدون عليهم. صعدوا عليهم سمعت. صعدوا عليهم ليش؟ حتى يبوقون النفط. تدري اليوم ايش قال لي واحد؟ اليوم قال لي واحد قلت له اليوم كفرت بالدوله العراقيه هاي الموجوده، انا اليوم كفرت بالدوله العراقيه هاي. يقول كل يوم يربحون 4 مليون دولار بالسرقة، وزارات وزراء ونفس الشخص اللي اتصلوا بي وسمعوه ومستعد بالمناسبة أجيب لك إياهم هنا ببرنامج. جيب لي إياهم وحق رسول الله اليوم أخابرهم ما دزلك على واحد ويقول لك شو اتصل وش حكى 4 مليون دولار على 30 120 مليون دولار. تدري الكوت متوقفة كل مشاريعها على 120 مليون دولار شهر تكسب الأحزاب وسراقها ووزرائها 120 مليون دولار. تدري وين يتهرب؟ يتهرب المعمل أسهم مدري شو اسمه النفط الأسود على مود شنو؟ على مود يطب الطابوق الإيراني، طب الطابوق التركي، يطب الطابوق الكردي على مود منو تموت؟ تموت صناعتنا. 1080 معمل يشغل أقل معمل فدت لا 100 200 يقولون 200 اليوم يعني أي دعاملة راح يجوعوها. وبالمناسبة مخلين كاميرات على الصهاريج مال النفط الاسود اللي يطب جوه. وبالمناسبه اكثر مو نفط اسود، خالطين ويا مخلفات ومحروقات اللي يشترونها من الشوارع ويخلطون وياها وغش وقابله العالم. هاي دوله؟ والله لان على ابو الدوله اللي يشتغلون بهيج الاحزاب. واتمنى من الشعب ينتفض ويدمر هذوله. تمام. وبالمناسبه اتمنى منك مو تقول لي بس اجيبهم واروح ثمان، لا ثمان لا. لا كون تجيبهم وتقعدهم هنا. وبالمناسبة الأسبوع القادم يسوون مؤتمر وراها أنا أسوي بهم مؤتمر ونطلع من 4 مليون دولار باليوم. متفق بين جون والله هسه لا تريد بس اطلع خاب اعطيك تليفونه وخابرهم قال لي تعال لي دزولي رسالة أنا على الموقع الشخصي وقالوا لي. وبالمناسبة نعم يعني هذا فقط في مجال معامل الطابوق بالعراق 1080 معمل. كما قال نائب كاظم الصيادي يعني تقريبا 4 مليون دولار باليوم الواحد يكسبون من وراء هذه المعامل لأن يطوهم نفط أسود وتتم عملية الفساد عن طريق هذا النفط طبعا. وقال إنه يصعدون الأسعار عليهم ويضيقون عليهم حتى يتم استيراد الطابوق الإيراني ومن دول أخرى. يعني مجموع بالشهر اللي يأخذوه فقط في هذا المجال مجال الطابوق في الصناعة في العراق 120 مليون دولار. عليك أن تتخيل حجم الفساد اللي موجود في العراق. معنا اتصال أبو أحمد من البصرة، تفضل أبو أحمد. نعم تفضل حبيبي. احنا بالنسبة لجات تكلمت عن نزاهة يعني مو؟ نعم النزاهة ماكو نزاهة، قصة نزاهة في العراق ماكو أبدا لا والله. نعم ماكو من القمه للاخر نقطه بالمستوى مالهم يعني. نعم ابدا ماكو نزاهه. هسه تعال شوف الوضعيه مال البصره، البصره خرقانه
النزاهه منين تجي؟ تعال شوف الوضعيات مال الناس المنكوبه يعني محتاره بعمرها شلون تعبر. والله العظيم قسما بذات الله حصل علينا الطريق بنعبر به صدق لو لا. والبصره القديمه هاي ماساه، تروح الحيانيه عند قسيان، الجمهوريه عند قسيان، يعني ويروحوا يتبرعون للكويت هم. والله اجاهم الطوافان الماي ورئيس رئيس الجمهوريه والمحافظ البصره. فاشوف الماساه هنا بالعراق يا اخي، وين اكو نزاهه فقط بالعراق؟ وين اكو؟ ما تقول لي وين اكو نزاهه؟ زين ليش يصارعون على هذا المنصب برايك؟ ليش كل كتله تريد رئاسه الهيئه؟ هيئه النزاهه ماي 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 الماي. هاي الشباب راحت مظاهرات وطلعت وراحت، والحد هاي الساعه هي اكو مظاهرات بشارع التربيه في البصره. يا باقيين صار لهم تقريبا شهر ما حد يمر عليهم، وذاك اليوم بالليل رايحين لهم المحافظ، وشنو القدمه؟ الحد الان الماي مالح، الحاله زبينه، الناس عطاله بطاله قاعده لها بالشوارع، شنو القدمه للعراق يا اخي؟ المزارع راحت، البساتين راحت، بلد كله انتهى راح، شنو بقى بالعراق يعني؟ بس قل لي. نعم. يا نزاهه يتكلمون عليهم. يا نزاهه ما تقول لي. واحد من النواب يقول لك يريدون يعني مثلا حزب معين ياخذ هيئه النزاهه حتى يساوم الحزب الاخر. يا اخي يا حزب هو. نعم. الاحزاب اللي موجوده بالسلطه. يا حزب اللي بيهم شريف هو. نعم. بس قل لي. ماكو حزب، ما اشوف انا اكو حزب يعني انسان شريف اللي يخدم هالبلد هذا، وين اكو؟ ماكو. يا حزب. نعم. يعني جايين هم مجرد انه ناس يحكم اربع سنين يستفاد يضرب اللي يريده ويبني له هناك امارات وبالدول الاوروبيه وياخذ بلد، وهذا الشعب ظال محتار بعمره شو يسوي؟ الما نشكي امره. نعم. ما نشكي امرنا غير الواحد الاحد، كلها الناس مظلومه ومدمره يا اخي، يا يعني نزاهه بقت بالعراق. شنو بقى بالعراق هو؟ نعم. وضع البصره ابو احمد. والله يا خاصة بعد الأمطار بالله لا، البصرة حالتها حالة جبينة ما كلها شيء، والله ما كلها شيء أبدا إطلاقا. يعني أنا هسه أريد أصورها ولا أرسل لكم إياها وبعدين على الفيصل ما راح أنشرها. يعني هاي المنطقة إحنا بصورة خاصة بالنسبة للبصرة، موقع البصرة بس حالة البصرة داخل البصرة مجاري ماكو، وحالة جبينة، الشوارع كلها غرقانة ماي، والناس بعدت يعني بدون سياره شلون تريد تعبر؟ محتار شلون تعبر؟ السياره الطائرات تضغط، يعني ماساه. الماي مالح ما ينقصد به ولا يتوضا به، تخلي لك صابونه تخليه تصير صخره. حاله زبينه يا اخي بالعراق. شنو نعم. عيشه العراق هو؟ شنو بقى عندنا احنا بعد نتامله بالعراق يعني؟ ما تقول لي شنو ماكو؟ الله سبحانه وتعالى ينزل علينا انسان من السماء وعادل ويخدم هالبلد هذا. شنو البقى؟ شبابنا كلها راح تكتلف، الشعب كاتل الجوع، الحاله زبينه، الجداوه فارسه الشوارع ناس الجدي، الاختطافات هاي خطط النبض هاي صار مال الاطفال، هاي فوق الاربع حالات صارت اختطاف عندنا بالبصره اطفال خطيه، ما حد يعرف مصيرهم وين ما وين. زين والناس حتى ما مامنه على حياتها. نعم. شنو حياتنا يا اخي العراقيين؟ انا ما تقول لي. يا نزاهه يتكلم لي عليها هو، ويا يعني ما اعرف يعني والله جاي واحد جاي ناخذون نفسهم بنفسهم، ما اعرف يعني. لا هالشكل يعني مغفل. نعم. ما اعرف. الله يعينكم ابو احمد، يفرج عنكم عن جميع العراقيين. انا اشكرك ابو احمد من البصره كان معنا. معنا اتصال خطاب من الرمادي، تفضل خطاب. اشكر لك استاذ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، يا اهلا وسهلا بك. استاذ عمر، النبي عليه الصلاه والسلام يقول ياتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون الامين ويؤتمن الخائن. نعم. هذا بالضبط يعني مصداق ودليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن أمر سيحصل في المستقبل، وهذا حاصل في اللغة الدول العربية عموما وفي العراق يتجلى في أقبح صوره هذا الفساد أقصد يعني. نعم. فساد كما يقولون فاقد الشيء لا يعطيه. هؤلاء إذا كانوا لا يملكون ذرة من غيرة ولا من شرف ولا من نجابة ولا من دين ولا من إسلام، فكيف نتوقع منهم أن 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 يصلحوا البلد؟ يعني يكفي قول الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يتكلمون عن الدين وعن البيت وعن الشرف وعن الغيرة، والله لا يكون رصيد ذلك ذرة ولا ذرة واحدة مما يتكلمون عنه من الإسلام ومن الدين.
استاذ بالنسبه قبل انا اتذكر قبل حوالي 4 أو 5 سنوات طلع مدير هيئه النزاهه الله يذكره بالخير عبد الرحيم العقيلي اللي حاليا مقيم بربي واللي طاردوه راد يقتلوه لانه هو نبش وراهم بدون شريك ينبش وراهم. نعم. يعني اتذكر طلع قناه الجزيره قال ضبطنا لحد الان 36 شهاده مزوره من ضمن دائره هيئه النزاهه. يعني بالله عليك يا استاذ يعني نفس دائره هيئه النزاهه 36 شهاده مزوره هذا قبل 5 سنين احتلف مو هسه. نعم. زين فهؤلاء مثل ما قال ربنا على المشركين قال شاهدين على انفسهم بالكفر. هؤلاء شاهدين على انفسهم بالفساد. بده يطلع مشعل الجبوري وبده يطلع المالكي وقبل شوي طلعت هذا الاجرب هذا السوداني ما شفت كان يتكلم وغيره وغيره كلهم كانوا حفاظين. كلهم كانوا حفاظين لكنهم شنو؟ امنوا العقاب. يعلمون ان امريكا راضيه عن فسادهم وتدمير العراق ويعلمون ان مثلا من اتى بهم من الفرس المجوس ساكتون وراضون عن فسادهم وتدمير البلد والدول العربيه ايضا حتى الدول العربيه تدعمهم السعوديه وغير السعوديه كلها راضيه. زين فاذا اخي العزيز الضحيه الكبيره والضحيه الوحيده في هذه المعمعه هي هذا الشعب المسكين. لكن الشعب المسكين هذا مدى يوعى يعني بعد عايش الجديد وبعد عايش بضلع الزهره وبعد عايش ما اعرف ايش يا اخي تواصل شو عوف الزرعه وعوف الدنيا. انا رصيدي خلص استاذ معذرته كان بدي كم مليار بس صفر الجهاز فاقول لا حول ولا قوه الا بالله وجزاك الله الخير. شكرا خطاب من الرمادي كان معنا. خلونا نقرأ رسالة الساب يقول السلام عليكم أستاذ عمر. حزب الدعوة الفاسد كما أسماه إذا ترك لجنة النزاهة أو أي لجنة تخص بالفساد بعد كم يوم تلقاهم خلف القضبان بقيادة فاسدهم ومجرمهم المالكي أبو عمار. يعني ما احترام إلى رأيك أبو عمار يعني الجماعة هم كلهم متفقين ما شفنا يعني حزب الدعوة أو غيره حبس غيره متورط بالفساد كلهم متفقين على هذا الموضوع. السلام عليكم. رسالة يقول فيها أخي في العراق الحكومات والأحزاب كلها عصابات مرتبطة بإيران وأمريكا ويجب أن تتفق إيران وأمريكا على كل منصب. رسالة أخرى يقول فيها يقول سالفة الأسماك هاي خطة لتدمير اقتصاد العراق من الأعداء وتغيير مناهج الدراسة مقصودة يقول والعوائل المهجرة في الخيم والأمطار والبرد هذا أبو البرلمان ما يشوف لهم حل مهاي أهل منطقته لو هم بس أصنام وقاعدة والمطر عليهم فاضت المحافظات وناس غرقت بالمجاري وأطفال تكهربت حكومة هاي لو ميليشيات كلهم خونة الأحزاب من كل الجهات من أجل تحطيم العراق. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. معنا اتصال ابو ياسين من بغداد. تفضل ابو ياسين. تحياتي لك اخوي على قناه الرافدين. حياك الله يا اهلا بك. اخي اين جهه يتكلمون عنها؟ مو تاريخ 15 سنه يا نزهه بالاحرار ما يستحون دوله. نعم. والله العظيم عيب عليهم. يعني هسه اكو نسوان جاي تتصل على هاي القناه الكريمه يعني ما يستحون يقول هاي المره روحها وطنيه واحنا لا. عيب عليكم شويه استحوا اخي والله. هذا هدف إيران والعملاء السياسيين والعمائم هدفهم واحد وهو رحيل العراقيين الوطنيين أو غيرهم من العراق واللي ظل هذا راح يتم قتله على يد خدام إيران هم الميليشيات اللي يسمون عراقيين وهذا شفناه صورة وصوت
أخي هذا انتقام، أنا دائما أكرره، هذا انتقام وحسد إيراني مجوسي، لأن تلقى درس من الجيش العراقي الباشل السابق بقيادة الرئيس صدام حسين. الشيء الثاني يعرفون أكثر الضباط تخرج من، أنا طبعا تسمح لي شوية راح يعني آخر شوية منه بالكلام. زين ليش ماشي ليش تصارعون أبو ياسين إذا هو الهيئة ما مسوي شيء وما فتحت ولا ملف فساد وأربعة من رؤساها انهزموا خارج العراق بعد التهديد، اليوم الجماعة ليش يصارعون على هذا المنصب؟ يعني خايف كل طرف من الطرف الآخر يتولى ويفضحها، ولو الجماعة ما خايفين من الفضيحة، لو الموضوع فقط حتى يكون شكلي أمام الأمام الأمام الشعب والناس. أخي هاي والله هاي جاي يضيعون وقت، والله من تفقين بيناتهم يشوفهم أمام الشاشة هم واحد يسمى الثاني بس خلف الكواليس هم يضحكون. أخي جاي يضيعون وقت شلون أمريكا كل شغلة وطلعت الدول بشارة، أخي جاي يضيعون وقت يريدون العراق وشعبه ما ينهض، هؤلاء جايين انتقام، هؤلاء قلت لك شايلين عقد، شلون ذاك النظام كان مخليهم ينبحون وراء الشاشر، هؤلاء الله وكيلك لو بعد 100 سنة ما يبنون جسر ولا يسوون إرواء ولا يعمرون العراق وشعبه، هؤلاء حاقدين سودن العراق انتصر على إيران واتبعها من أخوه كان روحي وطني الحمد لله. نعم. سودن العراق انتصر على إيران والله، وإيران ازدادت فشل، هم إيران دزوا هؤلاء مع احترامات القناة كلابهم، هم جاي يدمرون البلد. نعم. حتى أكو شيء ما سلم منهم، من صار الاحتلال قالوا شوف العراق كان حتى ما حتى طير ما خلصان منه، حتى النخلة قبل عمي قبل زراعة وصناعة واحترام، والعراق لأي دولة يروح لها هو محترم، بالأردن وكل الدول العراق محترم، حتى العراق أي دولة يروح لها يقولوا له امشي اسلام بيكم خير، ما سلمت صدام حسين بيد أمريكا وإيران وإيران يعني احتقرت العراق كودا عدمة رئيسكم عدكم واحتقرتكم. هسه العراق يا اخي بعد ما حد يحترمه. نعم. وارد اقول لك اكثر ارباع الذل من العراق هو العراقيين نفسهم الشعب، اكثر ارباعهم ميليشيات. الله وكيلك هسه يمنا اذا جيب طارئ ايراني كانما ساب لك نبي، شويه صحوم، وايران جاي يدوس لكم بخانه، ايران دمرت البلد، يلا هاي صار 15 سنه اخي، هو كل واحد يريد يعمر اول ما يصير يبدي اول 6 اشهر يبدا تعميره، حتى صار 15 سنة يضحكون على الشعب الضعيف، ما أريد أقول غير كلام، الشعب ضعيف أخي، حتى طلع واحد قبل شوية هذا طلع على قناتكم يقول أنا من أهل النجف، وين أريد أن أتب بيتات، وإذا تقول إحنا عندنا كذا بالحشد، يموتهم نديكم، أنت داز ولدك يروحون يكتلون بالعالم بالموصل اللي مو كلهم أبو ياسين، أنتوا جاي أبو ياسين، اسمح لي أخي، أبو ياسين، أبو ياسين، أبو ياسين. هذا التعميم غير صحيح وغير مقبول. أنا أشكرك لأن والله عندنا اتصالات، معنا اتصال أبو علي من البصرة، تفضل أبو علي. أبو علي تسمعني؟ أبو علي يبدو أننا فقدنا اتصال مع أبو علي من البصرة. في سياق الحديث عن الفساد وكيف يتم تقسيم المناصب الوزارية والمناصب الحكومية في العراق، يتحدث لنا محمود المشهداني رئيس البرلمان السابق والنائب حاليا، خلونا نسمع. ما صار بازار على قضيه الوزراء وترشيحهم 100%، وانباعوا وزراء بيع 100%، وماكو وزير ما تساوموا عليه الا اللي هو رايدي وهو زاهد بيها، ما يعني هم رايدي حتى لتحسين الصوره. والمساومات شلون تصير دكتور بين رؤساء يعني بين مثلا هسه انا عندي ست نواب، زين هسه الست نواب يجوز ما يريدوني انا، بس انا خلاص انا زعيم الكتله وانا زين، فانا مثلا عندي وزاره اتفاوض يا وزاره توقع لي فلان وزاره او فلان، خلاص اشوف منو بهالوزاره يصلح مثلا 7 8 9 زاودوا بيناتكم يا اهل يدفع اكثر ياخذها ما شاء الله. فهذا حتى طبعا اغلبهم الوزراء جدا اغلبهم ما عندهم فلوس خطيه، فيجيب تاجر يدفع بمكانه، واحد يكبل الله واحد يكبل الله. ياهو اللي يدفع اكثر هو ياخذ الوزاره، واللي ما عنده فلوس يشوف له تاجر يشتري له الوزاره. يعني وين صار هاي؟ حتى بالقصص والروايات ما قاريها ولا سامعين بها. يعني
عندك فلوس تشتري وزارة، ما عندك فلوس روح استعين بتاجر يشتري لك هذا المنصب أو هذه الوزارة. كذلك تكلم أحد المتصلين وهو خطاب من الرمادي حول موضوع التزوير. النائب كاظم الصيادي، كذلك النائب كاظم الصيادي يتحدث عن شهادة وزير الداخلية الأعرجي، كان وزير داخلية في عهد حيدر العبادي وحاليا هو وزير داخلية في وكالة. قبل ما نأخذ هذا المقطع لكاظم الصيادي، معنا اتصال الاسم أم عبد الله من بغداد. تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك وإلى قناتكم الشريفة وإلى كل عراق شريف. أستاذ أنت يعني من بيحكي المواطن رجاء أنت لا تقول كلهم، يعني الحاشد ترى كلهم، لا تقولي المواطن. لا 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 احنا اسمعيني أنت بس اسمعيني أم عبد الله، احنا نعم. جايين هنا مو مال صياح وما أجا هنا نقدر يعمم على كل أهل الجنوب، افتهم الاتصال. لا افتهم لا الاتصال. لا 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 الجنوب. اسمعيني اسمعيني أرجوك أرجوك أرجوك، احنا ما جايين هنا نتعارك أو نرفع الصوت، ما يصير هذا الكلام، انه التعميم على كل الناس هذا مرفوض، ما يصير. لا لا ليش أهل الجنوب هم قاموا بهس انتفاضاتهم وظاهراتهم وهذا الشيء يعني دلالة نعم. على نعم احنا نقول له انه التعميم مرفوض من هذا الباب على أهل الجنوب. أستاذ اسمح لي، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إحنا نشوف حكومة هي فاسدة من أعلى سلطة إلى أقصى سلطة. إحنا كشعب عراقي ليش الإسلام وين صار؟ ليش إحنا بدنا نفتهم بالأمور الإسلامية؟ هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو استغلال المنافع العامة وليس استغلال المنافع الخاصة، إنه جعل من جاي واحد إلى الحكم لازم إنه يخلي خدمة الشعب على خدمة نفسه، يعني ويرضى بما قسمه الله من الراتب. إحنا ما عندنا هذا الشيء. احنا الحكومات او الصراعات اللي تقوم بين الاحزاب السياسية كلها في سبيل الاستحواذ على ثروات البلاد وتقسيمها، يعني ما شفنا اهل العمايم كلهم يقولون احنا اهل الدين واهل نخوة، ما شفنا وفوا ويا الشعب العراقي، وهذا النتيجة. النتيجة ان الشعب العراقي يعاني معاناته. بعدين انا اعتب على الشعب العراقي من يشوف الفساد وهو يعني عنده دين يعني اخلاق الدين ما تسمح انه نساوم على الشعب العراقي. نعم. ليش ساكتين؟ احنا السكوت مالتنا علامة الرضا باعتبار انه هذول هم مع الاعتذار مع عبد الله. نعم عبد الله، احنا بدنا نتحدث حول هيئة النزاهة، نريد نسمع رأيك، ليش هذا الصراع على هذا المنصب؟ شو أربعة قبلهم من الرؤساء انهزموا وهم تابعين للأحزاب، كانوا يعني آخرهم كان قيادة بحزب الدعوة قدم استقالة قال لا تسألوني ليش استقالت وراح الرجال. أستاذ يعني هو ليش استقال وليش انهزموا خارج حدود مدينة بغداد؟ هو كله في سبيل لنا أكو ملفات فساد يعني طاقة يعني إذا يقول لك من راح يحاسبهم؟ ما هم يطلعون يقول لك إحنا فاسدين، ده يقول لك إحنا أخذنا وإحنا سرقنا، هم ما يفتحون الملفات، تطلع هاي الملفات تطلع صورة وصوت، ما يفتحوها. نعم، لأنه راح يدفع صاحب الشيء راح يدفع أموال إنه يسكته أو ما يفتح الملف، مثل مشعان الجمهوري قال أنا أخذت رشوة بس ما فتحت. نعم. الملفات يخلوها مثل ما هي، لأنه إذا يفتحوها راح تلاص عليهم على الكل، فلهذا يعني حصير يقول لك ليش نصير نزاع إحنا داخل الكابينة الوزارية أو الحكومية، خلينا ساكتين أحسن، وإحنا نبقى اللي ما يقدموا مرشوات. نعم. إلى النزاهة، فلهذا يعني ما شيء صح بالبلد. نعم. احنا دنعاني، فالمعاناة لازم تفرج من قبل الشعب العراقي. اذا ساكت الشعب العراقي معناها راح تستمر المعاناة يا ناس. اشكرك ام عبد الله من بغداد، كانت معنا اتصال ابو علي من البصرة. تفضل ابو علي.
الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. احييك وحيا هاي القناه الشريفه. حياك الله يا اهلا بك. الاستاذ عمر. نعم. هي تعتب علي من هي كلها حراميه، ما واحد نسي. هذا شو واحد نسي باكو، كلهم حراميه، يا تقول علي حرامي. الو. اسمعك واضح، ما اريد اقاطعك. نعم. اقول استاذ عمر هاي الحكومه اشوفها صاير. طيب مشي. نعم. شوف من أرقامنا، أرقامنا مكتوب عليها فحص موقع. يعني الحكومة لبسها. إذا ساعات لبين دبن. نعم. زماني. أسمعك واضح. من شيخة، من سيدة، من عالمها، كلهم حرامية. الله يقوم منك إن شاء الله. يا ربكم السنقة تمر السنقة. نعم. طيب عمر. نعم. هذي هذول أمريكا يا ربكم اللي من السنقة تمر السنقة. أيه. عيد واحد اطق على العلم اكو. نعم. شو اخبار البصره ابو علي؟ اقول لك والله البصره بالضيم بالله العظيم. نعم. بالضيم بس الحراميه بيها. لا حول ما اشوف واحد بيها خير، واحد من ذاك الخير، كلهم حراميه. نعم. حراميه وفتيه. والله وين الحرامي يا بس امريكا؟ وين الحرامي؟ هذا شو الواحد اطق على العلم اكو. زين المي الشيخة وسيدها وعالمها وماليها. المي الحلو ما وصل لكم؟ هذول اهل الشهايد قاعدين بالبيوت وقاضين الشيوخ يلعبون بها. نعم. ابو علي والله. المي الحلو ما وصل للبيوت؟ لا والله ماكو ماكو لا ماي حلو ولا هاي كله دمار دمار ماكو. هاي دناك التفتار ونشتري ماي طن ب 10 و 15. لا حول ولا قوة. يوم يومين وقاضينا شيخ فلان سيد فلان محج فلان وماديها ومن السنوات هاي وقاعد هذول الشاهد قاعدين بالبيوت وهذول هذول الكاوتشين يترون. نعم. وما ادري وين نروح. انا اشكرك صراحه. اشكرك ابو علي من البصره كان معنا. خلونا نشوف مقطع النائب كاظم الصياد اللي يتحدث فيه حول تزوير شهاده وزير الداخليه العرجي. خلونا نشوف. عمي عبد المهدي تسمعني؟ وزير الداخلية مزور شهادة، أتحداك تسحب إيده. يلا الداخلية. قاسم العرج مو هسه حولوه شو اسمه؟ وكالة. إيه يسحب إيده من الوكالة. والله يعني عنده شهادة ابتدائية؟ لا. عنده شهادة راح أقول لك إياها. انسجن أبوك سنة 2007. اسمعني عادل عبد المهدي. 2008 أبوك سنتين بداية موسم، موسم كامل نهاية موسم، بداية موسم كامل بداية موسم. الشهادة اللي حاصل عليها بجامعة كلية الإمام الكاظم سنة 2009. اسمع عبد المهدي. دو جاي امتحان عن بعد. اي على البلوتوث. 2009 قدمها المجلس النواب لغرض تحسين راتبه. واخذ رواتب عليه. واعتقد قدمها من اخذ وزير لان شروط الوزير ان يكون حاصل على البكالوريوس وهو كان ما حاصل على شهاده القانون. اللي هي اصلا مخالفه لقرار شورى الدوله اللي كان بحينه نافذ. قانون 57 شورى الدوله. نعم. يعني شام مسجون طلع لي الشهاده جاهزه. وشنو شهادة في كلية الإمام الكاظم عليه السلام؟ يعني مو اختصاص الرجال، يعني شهادته مزورة ما عدا شهادة بكالوريوس وصار وزير داخلية. هذا نموذج من نماذج الوزراء والمسؤولين اللي موجودين في العراق. معنا اتصال محمد من السويد، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحب المشاركة لأنه أنا بصراحة أحب برنامجك. حياك الله. وأنا بحب الشعب العراقي وأنا من سوريا طبعًا. اهلا وسهلا. يعني احب انه الشعب العراقي والشعب السوري تقريبا هم يعني اشقاء واخوه و... نعم. بس اتمنى كمان يعني شويه تسلط الضوء كمان على معاناه الشعب السوري. نعم. احنا الشعب يعني الشعب السوري طبعا الاخبار في النشرات لها الاولويه، كذلك هناك برنامج حديث العرب اسبوعي يتحدث دائما عن القضيه السوريه. هذا اضف الى ذلك هناك تغطيات شبه يومية عندما تكون هناك أحداث. نعم.
شكرا كثير والله. انا بصراحه يعني افتخر لي انه هذا القناه وخاصه من العراق الشقيق يعني عم يهتم كمان بالشعب السوري ومعاناه الشعب السوري من هذا يعني من الارهاب الحكومه من الدمار من التهجير يعني نفس معاناه الشعب العراقي يعني. نعم واشكرك كثير والله يوفقك يا رب العالم. اشكرك محمد اشكرك والله يفرج عنكم وعن سوريا وعن جميع المسلمين. ابو ناصر من تركيا تفضل. ابو ناصر السلام عليكم. السلام وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا حضرتك استاذ فاروق قناه الرافدين. حياك الله يا اهلا بك استاذ عمر. يعني هو العراق ابتلي بزمره فازه وفاسقه. نعم. سلطت على رقاب هذا الشعب ودمرت الاخضر واليابس وما همهم غير بس مصالحهم الشخصيه. ولا اسال اي مواطن عراقي منهم من الموجودين بالعمليه السياسيه والبرلمان نزيه اشو يتقاتلون بيناتهم في سبيل الحصول على منصب، لان هم بالاساس يعرفون استاذ عمر. نعم. هذا المنصب ايش راح يسوي لهم وشلون راح يجمعون من خلاله المليارات من الدولارات. وخلي الشعب يروح لجهنم مو مشكلتهم الشعب. ودائما تطلع المرجعيه وتصرح بان المجرب لا يجرب وهم يعرفون بان هاي العمليه الانتخابيه الاخيره والقبلها وكلها اللي جرت بالعراق من 2003 الى هسه كلها مزوره. نعم. وسكتوا عنهم وفوق هذا يعرفون بانه مزوره وطالبوا بتسريع تشكيل الحكومه. ومع الاسف اقول ما زال الشعب متمسك بفتاوي هاي المرجعيه، لكن اقول الذنب مو ذنب السياسيين ولا البرلمانيين ولا المرجعيه، الذنب ذنب الشعب اللي عايش بالضيم ومحروم من كل شيء وخلال 15 سنه واطفالهم ونسائهم بس يجمعون قواطي من المزابل وراضين وبعضهم مع الاسف ينتخبهم. وكل الشعب يعرف بان ايران هي سبب دمار البلد. والامر والنهي كله بايديهم. زين احنا عليهم. ماشي ابو ناصر يعني نتفق معك في جزئيه، زين احنا اذا تحدثنا عن انتخابات 18% كما يقال 18% نسبه اللي راحوا انتخبوا، الجماعه زوروها باعترافهم طبعا وصلوها اكثر من 40. يعني اغلبيه الشعب ما راضين حتى على الانتخابات ما راحوا. اللي يطلع مظاهره شفناها بالبصره قال لك ذولا دواعش، ذولا بعثيه، ذولا ارهابيه وذبحوا الناس. شفناها كنا. صح لو أنا غلطان؟ نعم صحيح أنا وياك أستاذ عمر. نعم. صحيح لكنه الشعب إذا ما يتحرك إذا ما يطالبوا بحقوقه. نعم. حتى إذا بالقوة ما راح يستفاد من هذول، لأن هذول هي زمرة مثل ما قلت لحضرتك زمرة مجرمة وفاسدة. نعم. وإلا خلي يطلع لي واحد من عندهم ويقول شنو اللي سووه للشعب خلال هاي 15 سنة غير القتل والخطف والاعتقالات والتعذيب. خلي واحد منهم يطلع ويقول شنو اللي قدموه للشعب. هم بنوا مدرسه، بلطوا شارع، بنوا مستشفى، فتحوا تعيينات للشباب الخريجين العاطلين عن العمل. وفعلا اي شخص يعني مثل ما تفضلت حضرتك واتصلوا الاخوان، اي شخص يعني يدفع اكثر يشتري ويستلم منصب وزاري. نعم. لان يعرف المنصب اللي يستلمه ايش قد ما راح يدفع عن. نعم. عن هذا المنصب ملايين، راح يستلم مليارات بمكان هاي اللي دفعها. نعم استثمار، هو استثمار. انا اشكرك هذا المنصب طبعا. نعم. اشكرك ابو ناصر من تركيا كلام معنا. معنا غسان من تركيا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك استاذي؟ احييك واحيي جمهورك الكريم. حياك الله يا اهلا بك. احيي قناتكم الشريفه. اهلا وسهلا بك اخي. بالنسبه للحكومات اخي، اذا احنا الشعب ما نقوم عليهم يعني شو الفايده؟ نعم. شو الفايده تحكي انت واني احكي؟ لازم نصير ايد واحده نقوم عليهم ونحرق هاي الخضراء على رؤوسهم. ابوك الله يرحمه ماكو غير قد. لا نعم. تقول لي انتخابات ولا تقول لي اي شيء. هم اجوا ورا الدبابات يطلعون ورا الدبابات. نعم. ابوك الله يرحمه يعني انتخابات انت توني حكيتها ويا الاخ القبلي كان يحكي وياك. نعم. 18% ما حد راح. نعم. وهسه من صارت الانتخابات اللي راح انتخابهم على مود فلوس. نعم. فاخي الشعب لازم يسوق، مو الحكومه اخويا شنو هي؟ هم جاي يستثمرون بي وبيك وبذاك. نعم. فاخويا احنا لازم نقوم. مشعان الجبور حكوا علني، غير كلهم حكوا علني، يقول لك احنا حراميه، شو تريد تسوي؟ يعني هو جاي يقول لك انا حرام، يعني انت عندك بعد جواب له؟ نعم. تقدر تجاوبه؟ يعني واحد جاي يعترف لك.
ما حاجة انه واحد يسولف او شيء. نعم. يا اخي اذا ما احنا الشعب يقوم، هاي مصر عندك كم حكومة تغيرت بسنة واحدة؟ نعم. عندك كثير دول. اخي احنا ما غيروا، قالوا المجرب لا يجرب. كلهم راحوا جابوا نفسهم من نفس الاحزاب، بس هذا قعدوا طلع خارج العراق وهذا طلع مكانه، ابوك الله يرحمه. نعم. أشكرك وأشكرك. هاني أشكر غسان من تركيا كان معنا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها حول الصراع حول رئاسة هيئة النزاهة، وكذلك استعرضنا بعض مقاطع الفيديو التي تحدث فيها بعض النواب كاظم الصيادي ومحمود المشهداني حول مواضيع الفساد وكيف يتم تقاسم السلطة والأموال في العراق، وكذلك تحدث كاظم الصيادي النائب حول تزوير شهادة وزير الداخلية العرجي. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.